التخصم للفئات السنيه بعد نهايه مباراه الافتتاح 2-2 اكاديميه الوفا واكاديميه الدخيل بالتعادل الايجابي. استضيف في هذه اللحظات الكابتن عبد العزيز حسين لاعب فريق اكاديميه الوفا الخاسر لكاس الافتتاح والكاسب نقطه من المباراه الاولى. كابتن اليوم مباراة قوية، تقدمتم في النتيجة 2-0 وبعد ذلك عودة مفاجئة لفريق الدخيل، ايش اسباب ترككم لفريق الدخيل بان يعود الى المباراة في الوقت اللي كنتم يعني قادرين على انهاء الامور بهذا الثالث؟ اول شيء الحمد لله على كل شيء، وثاني شيء الحمد لله ربنا ما وفقنا وانتهت المباراة بتعادل الايجابي وفريق الدخيل اخذ كاس الافتتاح. ومن سوء التنظيم عندنا انه احنا ما جهزنا نفسنا للبطوله هذه ولا كان عندنا جدول استعداد للبطوله هذه، واغلب العيال ما حد جاء منهم، فالحمد لله ربنا ما وفقنا في المباراه الافتتاحيه، فنحاول نعوض ان شاء الله في المباراه الجايه. القادم راح يكون اقوى 32 اكاديميه، المنافسه كبيره وانتم فريق يعتبر منظم للبطوله، هل هذا الامر يضغطكم كلاعبين داخل ارضيه الملعب؟ والله بطولة ما شاء الله من ناحية انه 32 فريق هذا يعتبر مونديال، وثاني شيء اكيد هذا ضغط علينا انه احنا اللي مستضيفين البطولة هذه، وضغط حيكون عالي جدا على الفريق المستضيف للبطولة، وان شاء الله بأكاديمية الوفا باللاعبين وبالمدربين ان شاء الله احنا نقدر نحقق البطولة هذه يا رب. اخيرا عصام فلاتة منظم ومدرب الفريق، ايش حاب تقول له ولزملائك اللاعبين في الفريق؟ اول شيء حاب اشكر المنظمين على البطوله هذه ورئيس اللجنه المنظمه كابتن معتصم فلاتة، ما شاء الله بطوله ترفع الراس وما شاء الله على صدى واسع ممكن في على مستوى المنطقه، والحمد لله هذه ممكن تكون البطوله الاولى اللي على مستوى المملكه انه يكون فيها 32 فريق، الحمد لله انه احنا ايش كفريق اكاديميه الوفا احنا نكون مستضيفين البطوله هذه، وان شاء الله نفرح اللجنه المنظمه ورئيسنا ان شاء الله معتصم فلاتة بالبطوله. زملائك اللاعبين ايش حاب تقول لهم بعد الظهور اللي اليوم ما كان مرضي لكم؟ لازم نجتهد ونشتغل على نفسنا لانه هذه لسه بدايه المشوار، لسه هذه بدايتنا، ان شاء الله نتفوق في المباريات الجايه ان شاء الله. يعطيك العافيه وكل التوفيق والنجاح. الله يعافيك.